لما قرر علي مراد أن يترشح مع أساساً وحدته اللائحة، يعني بدائرة الجنوب الثالثة هي لائحة المعارضة الوحيدة الموجودة، لما قررتوا هذا الترشيح، هلا حضرتك جاي من زخم عامية 17 تشرين، بس خفت 17 تشرين، يعني خفت والبعض بيقول إنه لدرجة إنه وين صاروا الثوار، كيف قررت تترشح بهيدي المواجهة اللي اجت دغري من يصوت ضد المرشحي حزب الله كأنه يصوت للتطبيع، جايين على سبعة على حرب تموز جديدة، هؤلاء هيدا التخوين الكتير عالي السقف، كيف قدرت تترشح بوجهن؟ أنا بعتقد نحن مرشحين لنواجه هذا المنطق. منطق التخوين هو تغييب للسياسة، هو تغييب لحق الاختلاف، هو عدم مواجهة الفكرة بالفكرة، الطرح بالطرح، محاولة شخصنة الأمور. ما حدا بيجرب يناقش فكرتك على طول، شو خلفيتك. أنا أعترف لحزب الله وحركة أمل، ولا نحكي عن منطق حزب الله، أنه في سياق منطقي لفكرتهم، في لوجيك معينة يملو أختلف معها بشكل كتير كبير. أما الطرف الآخر فلا يرى بأي حدا يترشح فيه أو يحاول أنه يفرض أنه أنت يا خاين يا عميل يا مرتشي وبأحسن الأحوال أنت مغرر بك. لا لا، بدهم يسمحوا لنا فيها. هذا الجنوب متعدد نانسي من يومه، متعدد سياسيا ومتعدد حتى اجتماعيا، ونحن عم نحكي بأكبر دائرة بلبنان ب 497 ألف ناخب. ما مقبول وما رح نقبل أنه نخضع لابتزاز التخوين. ومن هون كان الترشيح هدف، ترشيح هدف بمنطق 17 17 منا، ما في الواحد يبقى أسير لحظة المظاهرات الأولى بس ما في شيء من راسه. أنا بعتقد المواجهة بالبلد يعني رح تكفي بعد 16، ومش بالمعنى خليني أقول اللغة الخشبية، بأي معنى رح تكفي. هاي السلطة لن تستطيع أن تجد حلا لمشاكل اللبنانيين. هني شو بدهم من 15؟ شو بدهم من الانتخابات؟ بدهم من الانتخابات شرعية، أخذنا شرعية داخلية وخارجية. طيب بال 2018 أخذوا شرعية، طيب اليوم بال 2022 أخذتوا، شو بدكم تعملوا؟ عندكم جواب لمشاكل البلد؟ لا، موضوعيا ما قادرين يلاقوا جواب لمشاكل البلد. واليوم وصول أكبر عدد من النواب تغييريين المعارضة ما رح توقف عند التسمية إلى المجلس النيابي، في له أهمية استراتيجية وأهمية تقنية. بالمعنى التقني اليوم كل الدول اللي مرقت بمشاكل مثل لبنان، في حزمة تشريعات يجب أن تقر، إصلاحات هيكلية يجب أن يتم إقرارها، وهيدي بحاجة لميزان قوى، بحاجة لوجود بالمجلس النيابي، ولكن بحاجة أن يتابع هذا الأمر بتشبيك مع المواجهة اللي بدها تصير بالشارع. النواب الموجودين اللي رح يمثلوا روح 17-20 الجو اللي عم نحكي عنه، شرعيتهم مستمدة من أنهم يكونوا متواصلين مع الشارع اللي رح ياخد أشكال مختلفة ما فينا نتنبأ فيها. وحضرتك بتعرفي ليلة 16 ما كان حدا مقرر أو موقع شو رح يصير بالبلد. إذن الوجود بالمجلس النيابي ضروري لفرض أجندة وفرض ميزان قوة وتعديل ميزان القوة، لأنه المعركة اليوم بالبلد شو ما اختلفت بالسياسة وقالوا وحكيوا، المعركة عنوان اليوم من يتحمل كلفة الانهيار وكيف ستوزع هذه الخسائر، ومش بس بالمعنى التقني المالي والكابيتال كنترول، لأنه هيدا مقابله أشياء تانية، مقابله إصلاح قضاء، مقابله إعادة هيكلة المصارف، مقابله إعادة النظر بحوكمة المصرف المركزي، مقابله موازنة عامة تاخد بعين الاعتبار الحقوق الاجتماعية للناس بظل استقالة الدولة عن دورها. هيدي كل الأمور لا السلطة قادرة تعملها لحالها، ولا الكتلة المعارضة قد ما تكون كبيرة لحالها فيها تعملها إذا ما كان مترافق مع تواصل مع الشارع. ومن هون أنا برأيي المعركة ستستمر، والمواجهة مع هذه السلطة صعبة وطويلة، ولكن ما في مناص إلا ما نخوض هاي المواجهة. حضرتك بتغريدة على تويتر متوجه فيها للنائب حسن فضل الله اللي هو منافسك بالدائرة وتحديدا ببنت جبال، بتقول له ما هو موقفك من آخر مسودة لقانون الكابيتال كنترول المطروح في مجلس النواب؟ إذا سألت حضرتك هذا السؤال، شو ممكن يكون اليوم انتوا على شو متفقين؟ يعني اليوم عم تقول اذا انا وصلت ولا وصل غيري، المهم انه في كتله تكون بقلب مجلس النواب متفقه على عده عناوين، اهم العناوين الاقتصاديه الماليه اللي هي رح تكون اساسيه كمان بالمرحله المقبله. شو موقفك من الكابيتال كنترول؟ خليني اقول بهذا الملف ككل، المعركه معركه ميزان قوى، يعني ما لنا واهمين نحن بهذا المحل. وميزان القوى هو ميزان قوى اجتماعي، تجميع أكبر عدد من المتضررين إن كان من الطبقات الأكثر فقرا أو الطبقات الوسطى، لتكون مدركة أنه اليوم
اللي نطر ثلاث سنين تقريبا وما عمل قانون الكابيتال كنترول وما عمل الاجراءات اللازمه ما راح يفيق اليوم قبل ثلاث اسابيع من نهايه ولايه المجلس النيابي ليقرر يعمل صح. راح اقول نقطه ثانيه قبل ما جاوبك كمان، هو اليوم في شيء مستغرب نانسي وحضرتك بتعرفي انه عاده الدول اللي بصير فيها انهيار بيجي البنك الدولي وصندوق النقد بيفرضوا سياسات صعبة وتقيلة وبتصير الناس عم تتمرد عليها وبتصير الحكومة بين نارين. الملفت والمستغرب والخلينا نقول الكوميديا السوداء السوريالية انه اليوم البنك الدولي وصندوق النقد موقفهم افضل من موقف الحكومة اللبنانية بهذا الموضوع. ارحم البعض عم أرحم بيقول ارحم لانه هيدي السلطة بتشبيكات علاقات المصارف مع السياسيين. احنا عندنا اربع رؤساء حكومه كانوا اعضاء مجلس اداره فوق العشرين وزير، عشرات الاشخاص من موظفين ومن ناس قريبين من هذا المحل، هول عم بيدافعوا بكل بساطه عن محاوله انقاذ المصارف ومن خلفها رؤوس الاموال. الجواب على الكابيتال كنترول تحميل الخسائر لاصحاب المصارف ولرؤساء ميل المصارف والتخفيف الى الحد الاقصى من تحميل لودائع الناس. وبهذا الموضوع هيدي معركة منا معركة تقنية، هيدي معركة سياسية اجتماعية يجب أن تخاض، لأنه هي مثل ما تحول القاضي بيطار ليكون هو عنوان معركة استقلالية القضاء، معركة الكابيتال كنترول وإعادة الودائع للناس وضمان الودائع للناس هي المعركة الأساسية لكل العقد الاجتماعي الموجود بالبلد. نحن بآخر 30 سنة الموضوع الاقتصادي الاجتماعي غيب، صراعات ضخمة إيران السعودية، صراعات محاور كذا، الهم الاقتصادي الاجتماعي لم يكن مرتبطا بالسياسة لا بالموازنات ولا بهم العالم. اليوم القضية الاقتصادية الاجتماعية هي جوهر الصراع السياسي. طيب هذه الموازنة مثلا اللي أقرت في مجلس الوزراء وهي من أعداد وزير المال الذي سمي من قبل الثنائي الشيعي، يعني الكل بيعرف أنه هذه التسمية كانت يعني بعد مد وجزر وتمسك جذري بالحقيبة. الموازنة إذا عرضت على برلمان كنت حضرتك أحد أعضائه، كيف بدك تناقشها؟ كيف بدك تتصرف معها؟ يعني شو أبرز عناوين اليوم بتقول أنا لا أرفض أو لا أيد هذه الموازنة الموجودة حاليا؟ اليوم نحن موازناتنا بلبنان هي الموازنة ليست عملية حسابية أو هي بالنتيجة النهائية عملية حسابية، الموازنة هي تعبير عن خيارات سياسية. اليوم البلد بلبنان استقالت الدولة عن أدوارها الاجتماعية وعن تأمين شبكة الحماية الاجتماعية للبنانيين من 30 سنة بالحد الأدنى. اليوم هكذا ينظر للموازنة، كيف يمكن بلحظة الانهيار كل الأدوار اللي استقالت منها الدولة هون دورة؟ ورح أعطي بعض الأمثلة. ما رح نوافق على موازنة ما بتاخذنا على التغطية الصحية الشاملة. البعض بقول عم تحكوا عن تغطية صحية، بس كيف بدها تأمنها وهن مفلسين؟ تمام. اليوم اللي صرف 20 مليار دولار بآخر سنتين على دعم سلع غذائية، على دعم غير منتج وغير مجدي، وبالنهاية إذا منشوف السلع الغذائية بالنهاية هاي الأموال وين راحت؟ لكبار التجار وغيره. اليوم التغطية الصحية الشاملة هي بتأمن الباك أب لتريح العيال اللبنانية بالمرحلة الصعبة. نحن ما عنا وهم ننسي أنه نحن رايحين على 10-15 سنة كتير صعبين. اليوم النقل بدل ما نقعد ندعم البنزين وندعم المازوت، اليوم قديش بده يكلف 200-250 مليون دولار لنعمل شبكة نقل عام اللي نحن ما انعملت؟ هيدا اللي بذكر فيه. بيروت بفوت من مدخلها الشمالي أكثر 250 ألف سيارة يوميا، والمدخل الجنوبي تقريبا أقل بال 150 و170 ألف سيارة. قد ما توسعي أوتوسترادات وقد ما تعمل دعم، وبالتالي اليوم هيدا الموضوع ما صار صدفة. لما نكون نحن دافعين 20 مليار دولار وبحدود ال 70 ألف قرض سيارة، ثلاث أرباعها سيارات صغيرة، دليل انه في شبكة مصالح بهذا البلد ما كان بدها شبكة نقل عام، لانه بين المازوت وبين البنزين وبين شركات استيراد السيارات الجديدة والمستعملة ما كان حدا عنده مصلحة ينعمل هالشيء. هيدي المواجهة بالبلد، التأمين، وهيدي بدها حزمة تشريعات بالمجلس النيابي اليوم اللي ما انعمل قبل اليوم. لما انا بقدر من المساعدات وهدول مش شايفينهم بقلب الموازنة، يعني هول عناوين حضرتك هلا عم بتقولهم موضوع احنا الموازنة عبارة فقط عن مثل ما عم تقول انه حسابات، يعني وقديش اني فإذا شو التوجه الاجتماعي للموازنات العامة اللي هو جوهر وخلاف سياسي